أظن إخباري مفصل من N24. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل. انعقد اليوم الخميس مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خصص لمناقشة عرض قطاعي وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية. رضوان مستقيم. في بداية أشغاله واصل مجلس الحكومة مناقشة العرض المتعلق بالدخول إلى مؤسسة التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، وهو العرض الذي تم تقديمه في اجتماع مجلس الحكومة في 24 من أكتوبر الماضي. بعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون بتتميم القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. ويأتي هذا المشروع عملا بأحكام الفصل 81 من الدستور، والذي ينص في فقرته الأولى على أنه يمكن للحكومة أن تصدر خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين، ما بين الدورات عفوا، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية. ويهدف مشروع هذا القانون إلى استكمال مسطرة المصادقة، وذلك بعرض المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه على مصادقة البرلمان خلال دورته العادية الجارية. مجلس الحكومة صادق أيضا على مشروع المرسوم بتتميم المرسوم بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت على الضريبة على الشركات المنصوص عليها في المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية دولية تهدف إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي الموقعة بلاهاي في 25 من أكتوبر سنة 1980، إلى جانب مشروع القانون يوافق بموجبه على الاتفاقية نفسها. ثمنت الأغلبية البرلمانية خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب وخصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، محتوى مشروع القانون ورأت فيه استحضارا لأهداف مشروع مجتمعي كبير وتنزيلا لبرنامج عمل الحكومة. شيما باكا. خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، ثمنت الأغلبية البرلمانية خلال هذه الجلسة محتوى مشروع القانون ورأت فيه استحضاراً لأهداف مشروع مجتمعي كبير وتنزيلاً لبرنامج عمل الحكومة. فرق الأغلبية النيابية في مداخلات خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي القجع، أكدت أن مشروع قانون المالية يجسد بشكل واقعي تنزيلاً لبرنامج عمل الحكومة، ويترجم إرادتها في استكمال تنزيل برنامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل، مضيفة أن ما تضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة لا سيما تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل ربما فاقت كل توقعات والانتظارات نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة والواقع المناخي بالمملكة. من جانبها رأت فرق المعارضة في مشروع قانون المالية تعبيرا عن استمرار نفس النهج الليبرالي لقوانين المالية السابقة التي خضعت لمنطق الموازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، معتبرة أن الحكومة لم تستطع الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي وتجاهلت
توصيات النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 7%. هذا ودعت فرق المعارضة إلى تأطير التمويلات المبتكرة بقانون خاص يضبط الكيفيات في مختلف مراحلها ويحدد بدقة التزامات وحقوق الأطراف المعنية، بما يكرس الشفافية المرتبطة بهذه التمويلات. وفي أقاليمنا الجنوبية المطلة على مياه الأطلسي، قام وفد من رجال الأعمال وصناع القرار الاقتصادي الفرنسيين يقوده السفير الفرنسي بالرباط كريستوف لوكورتي بزيارة مشاريع هيكلية كبرى بجهة الدخل وادي الذهب. لنتابع التقرير التالي. وفد من رجال الأعمال وصناع القرار الاقتصادي الفرنسيين يقوده السفير الفرنسي بالرباط السيد كريستوف لوكورتيه يقوم بزيارة مشاريع هيكلية كبرى بجهة الدخل وادي الذهب. هذه الزيارة التي تندرج في إطار الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية بجهتي العيون السقي الحمراء والدخل وادي الذهب، مكنت الوفد من أن يعين عن كثب الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية للمملكة القادرة على جذب الاستثمارات وعقد الشركات وتعزيز المبادلات التجارية. الشركات الفرنسية اليوم ترغب في أن تكون جزءاً من المشاريع المنجزة أو المقرر إنجازها في إطار برنامج التنمية الجهوي، وكذا المساهمة في إنجاز مشاريع كبرى في الأقاليم الجنوبية في إطار التعاون متعدد الأوجه بين فرنسا والمغرب. وبنفس المناسبة قام الوفد الفرنسي بزيارة العديد من المشاريع الهيكلية بما فيها محطة تحلية مياه البحر بالداخل بهدف التخطيط لإنجاز المشاريع المستقبلية والمساهمة في الدينامية الاقتصادية على المستوى الجهوي. الإمكانات التنموية الهائلة التي تتمتع بها الجهة مبهرة، خاصة في مجال الطاقة الخضراء، وأنا على يقين أن العديد من الفاعلين الفرنسيين مهتمون بفرص الاستثمار في هذا الجزء من تراب المملكة. قمنا بمرافقة الوفد في إنجاز منطقتين صناعيتين على مستوى الجهة، كل واحدة منها تتوفر على حديقة صناعية بمساحة هكتارين. هذا وعقد السيد لوكورتيه اجتماعات مع عدد من المسؤولين بالجهة. في موضوع آخر، أكد مشاركون في ندوة عقدت في باريس أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تعد منعطفا رئيسيا في العلاقات بين البلدين، وهذا تقرير في الموضوع. خلال ندوة نظمت بباريس، أكد المشاركون أن الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا تعد منعطفا رئيسيا في العلاقات بين البلدين. سفيرة جلالة الملك في فرنسا سميرة سيتايل بهذه المناسبة أكدت على الأهمية القصوى لهذه الشراكة الاستثنائية المتجددة بين البلدين، والتي تم إبرامها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا للمغرب، مضيفة أن هذه الزيارة كانت متميزة للغاية، حيث تم التوقيع على اتفاقيات وتجددت الصداقة على أعلى مستوى بين البلدين. من جانبها، أكدت القنصل العام للمغرب في باريس ندى البقالي الحسني أن المغرب وفرنسا اختار المضي قدما معا لرفع التحديات التي تواجههما، مدفوعين بدينامية جديدة في علاقتهما الثنائية. من جهته، قال عمدة الدائرة السادسة في باريس جان بيير لوكوكا إن العلاقة بين المغرب أرض الثقافة والحكمة وفرنسا تنهل من تاريخ عريق وتبادلات ثقافية غنية وشراكة استراتيجية، كما شدد على أهمية إحراز تقدم للمضي قدما نحو تاريخ مشترك من خلال ضخ زخم جديد في العلاقات الثنائية. زيارة الدولة التي قام بها الرئيس ماكرون إلى المغرب دشنت صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، فمن المهم ألا نقف مكتوفي الأيدي وأن نواصل هذه العلاقات التي تعتبر أساسية بين بلدينا. الحدث المنظم من قبل القنصلية العامة للمغرب في باريس بالشراكة مع بلدية الدائرة السادسة في العاصمة الفرنسية تحت شعار المغرب فرنسا شراكة استثنائية وطيدة، شكل مناسبة لتسليط الضوء على رهانات هذه العلاقة الموجهة نحو المستقبل، والتي تحظى بدعم على أعلى مستوى من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. الحدث حضره ثلة من الشخصيات من
مختلف المشارب، بما في ذلك صحفيون وفعالون اقتصاديون ومنتخبون وأعضاء الجالية المغربية المقيمة في فرنسا. سلطت سفيرة جلالة الملك لدى الفاتيكان والهيئة السيادية والعسكرية لمالطا رجاء ناجي المكاوي بروما الضوء على المقاربة المغربية في مجال السياسة المتعلقة بالهجرة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدت في مداخلة لها خلال لقاء نظمته مؤسسة كاريتاس بوليتيكا حول موضوع الهجرة وسياسة المملكة في مجال الهجرة أن المغرب يتمتع وبموقع جيد على الساحة الدولية فيما يخص سياسة الهجرة بفضل مبادراته والتزاماته تحت التوجيهات السامية لجلالة الملك. وأشارت الدبلوماسية المغربية إلى أن المملكة شريك موثوق في مجال التعاون في تدبير تدفقات الهجرة ومكافحات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وفاعل نشيط جدا في العمليات والمبادرة المتخذة بشأن هذه القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والقارية والدولية. انتخب المغرب بالإجماع بأورو بريتو المدينة التاريخية الواقعة بجنوب شرق البرازيل في منصب نائب رئيس الجمعية العامة السنوية للمجلس الدولي للمعالم والمواقع لسنة 2024. ويمثل المملكة في هذا المنصب أبو القاسم الشبري رئيس إيكوموس المغرب إلى جانب نيبال البلد الذي سيستضيف الجمعية العامة لهذه المنظمة العالمية سنة 2025. وطنيا، أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة بالدار البيضاء أكدت أن دور هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تعبئة الادخار سيتعزز باعتماد إطار قانوني وتنظيمي. رضوان مستقيم. دور هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة في تعبئة الادخار سيتعزز باعتماد إطار قانوني وتنظيمي جديد ينظم هذه الهيئات وشركاتها المسيرة. هذا ما أكدته رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل نزهة حياة خلال ندوة نظمتها جمعية شركات تدبير وصناديق الاستثمار المغربية بمدينة الدار البيضاء بعنوان توجيه الادخار الوطني لتحفيز النمو. هذا الإطار الجديد الذي تم إعداده لتلبية احتياجات وتحديات المستثمرين والمهنيين على السواء تمت بلورته وتصميمه بهدف الارتقاء بقطاع تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالمغرب إلى أفضل المعايير الدولية وتعزيز جاذبيته وتنميته. السيدة حياة اعتبرت أن القانون الجديد المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة سيساهم في تعزيز سلامة الاستثمار في هذه الهيئات بالإضافة إلى تعزيز الحماية وثقة المدخرين. اليوم ننظم حدثا مهما للغاية حيث نحتفل بالنشاط الادخاري. إن الأصول المدارة في بلدنا تمثل أكثر من 640 مليار درهم، أي ما يقارب 40% من الإنتاج المحلي الإجمالي الوطني. نجاح القانون الجديد المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة يعتمد على تحسين جانبين مهمين، هما تعزيز التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وتعزيز الوعي المالي لدى المستثمرين. في موضوع آخر، خلد سكان إقليم خنيفرة وفي مقدمتهم أسرة المقاومة الوطنية الذكرى 110 لمعركة هذه المنطقة التي تجسد محطة مضيئة في مسار المقاومة الباسلة. محمد أمين علام. قبل 110 أعوام شهد المكان معركة خالدة بقيت نقطة مضيئة في تاريخ المقاومة المغربية. مدينة خنيفرة كلما ذكرت إلا ولازمتها معركة الهري التي قادها البطل المقاوم الموحى أحمو الزياني مع أهل زيان بالأطلس المتوسط والقبائل الأمازيغية المجاورة.
بمناسبة الذكرى أقيم مهرجان خطابي بحضور المندوب السامي لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير وعدد من أعضاء أسرة المقاومة المغربية ومسؤولي المدينة وشخصيات مدنية وعسكرية. اليوم ساكنة إقليم خنيفرة وأسرة المقاومة وجيش التحرير بها كانت على موعد مع إحياء وتخليد الذكرى 110 ديال معركة الهري الخالدة اللي جرات الأطوار ديالها برحاب هذا الإقليم المجاهد. بمعركة الهري حلق المقاومون نحو وطن أرادوه حرا وساهموا في غدوه حرا خارجا من واقع الاستعمار. مرت الأعوام وبقي الحدث درسا عظيما للأجيال المتعاقبة المساهمة في تنمية الوطن والدفاع عن ثوابته ومبادئه كما الأسلاف. كانوا وقفوا عندها في كل سنة باش نحيو هذه الذكرى ومن خلالها نستلهموا ما تحمله من حمولة ديال الدروس والعبار والعظات وديال القيم والمعاني المتلى والدلالات اللي كتجسد الاعتزاز بالانتماء الوطني. في ختام المهرجان تم تكريم 8 من قدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير اعترافا بأعمالهم البطولية في سبيل الوطن، مع توزيع إعانات مالية على عدد من قدماء المقاومين وأرامل المتوفين منهم. عبر العالم وفي إطار مواكبتنا مشاهدينا لفعاليات كوب 29 المنعقدة بأذربيجان، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي في باكو، أكدت أن هناك ضرورة لتحفيزات عابرة للحدود من أجل هيكلة مشاريع مستدامة. رضوى المستقيم. هناك ضرورة لتحفيزات عابرة للحدود من أجل هيكلة مشاريع مستدامة. تأكيد جاء على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي في العاصمة الأذرية باكو خلال الاجتماع رفيع المستوى بشأن مبادرة باكو للتمويل والاستثمار والتجارة في مجال المناخ في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29. السيدة بن علي قالت إن العالم يواجه العديد من التحديات المرتبطة على وجه الخصوص بالحوار حول تمويل المناخ والتنسيق بين الأطراف المشاركة، وهي التحديات التي تبطئ من وتيرة تنفيذ مختلف مشاريع التمويل الدولية. الوزيرة شددت أيضا على ضرورة اللجوء إلى وسائل جديدة لتدبير العلاقة بين المناخ والتجارة ودعم المساهمات المحددة وطنيا وبلورة سياسات مناخية واضحة، لا سيما في القطاعات الرئيسية مثل الفلاحة والبنية التحتية للأسواق المالية والتعدين. وفي مداخلة خلال تظاهرة موازية بجناح المغرب على هامش المؤتمر، أكدت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ماريا بوجدين أن التمويل المناخي مقترن بالتدبير الحضري. هشام فرح. جناح المغرب بكوب 29 احتضن تظاهرة حول حكامة التمويل المناخي في استراتيجيات التخطيط الحضري. عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ماريا بوجدين أكدت خلال التظاهرة أن التمويل المناخي مقترن بالتدبير الحضري لفائدة ساكنة الوسط القروي. باقي المداخلات أكدت على ضرورة وضع برامج للتنقل المستدام في متناول الجميع من أجل المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بالنسبة للجهة ديالنا عندها برنامج طموح، لأن البرنامج التنموي الجهوي هو سميناه هو برنامج للتنمية المستدامة على الصعيدين البشري والاقتصادي. إذا شفنا ما هو علاقة له بهذه الاستدامة، يمثل أكثر من 25% من 47 مليار ديال درهم ديال البرنامج التنموي للجهة. ويستضيف جناح المغرب بكوب 29 لقاءات عديدة تهم بشكل خاص مواضيع الكربون والتمويل المناخي والتنوع البيولوجي. نختم النشرة من أكادير، حيث افتتحت فعالية النسخة الخامسة من تظاهرة موروكو وبيري المنظمة بمبادرة من الفيدرالية المهنية المغربية للفواكه الحمراء. رضوان مستقيم.
مدينة أكادير، حيث افتتحت فعالية النسخة الخامسة من تظاهرة موروكو بيري كونفرنس المنظمة بمبادرة من الفيدرالية البيمهنية المغربية للفواكه الحمراء. هذا الحدث يروم تعزيز مكانة المغرب كرائد في مجال إنتاج الفواكه الحمراء على الصعيد العالمي، مع إتاحة الفرص أمام المجموعات الفلاحية المحلية وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة. الدورة الخامسة اللي درناها في هذا قصر المؤتمرات ولا في قاعة المؤتمرات في أكادير باش نتذكروا على الفواكه الحمراء. أولا في المستجدات التقنية اللي كاينة فيما يخص يعني اقتصاد الماء وفيما يخص تقنيات الإنتاج والمحافظة على النوعية وعلى الجودة ديال المنتوج. اليوم كنحتضنوا المؤتمر ديال الفواكه الحمراء اللي غيكون فيه تقريبا 600 واحد، غيجمع الناس ديال السيكتور ديال الفواكه الحمراء في المغرب كامل ومن الانترناسيونال حتى هو، غيجيو تقريبا 250 فرد غيجي من على برا باش يحضر لهذا المؤتمر. ويتموقع المغرب الذي يعد فاعلا رئيسيا في السوق العالمية للفواكه الحمراء بفضل النمو المستمر لهذا القطاع، يتموقع ضمن أهم المصدرين على الصعيد العالمي، حيث يحتل المرتبة الخامسة عالميا بالنسبة لتصدير التوت الأزرق، كما تبلغ حصة المملكة حاليا حوالي 10% من الصادرات العالمية للفواكه الحمراء، وهي نسبة تشهد نموا مضطردا بفضل جهود الابتكار والإنتاج الصديق للبيئة. صلنا مشاهدينا الكرام بكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم، بعد قليل النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.